من الاقتصاد مشاهدينا، نروح مع حضراتكم إلى ذكرى عزيزة على قلوبنا الحقيقة، لأن النهاردة بتحل ذكرى ميلاد الفنان إبراهيم خان اللي عاش في مصر ما يزيد عن 40 سنة. ذاع صيته في عالم الفن اللي بدأ مشواره فيه قبل نهاية الخمسينات من القرن الماضي. قدم إبراهيم خان رصيد فني بيزيد عن 150 عمل. من أبرز هذه الأعمال والأفلام اللي شارك فيها يمكن كان فيلم زي الصعود إلى الهوية ودائرة الانتقام، نهاية الشياطين، البنت الحلوة الكذابة، والمذنبون، وغيرها طبعا من الأعمال. من الأعمال الدرامية اللي قدمها كان أوبرا عايدة والإمام المراغي وحبيب الروح وابن ماجة وجواري بلا قيود، أيضا الإمام محمد عبده ونور الصباح. تعالوا نشوف المزيد من التفاصيل في سياق هذا العرض التالي.